يسعد صباحكم للمرة الثانية. متواجد بأحد المجمعات السكنية في إمارة دبي وتحديدا في منطقة مردف. هذه الشوفيلا رح ندخل ونشوف مقتطفات منها. طبعا هذا هو المجمع. الجميل بهذا المجمع انه الوحيد في منطقة مردف للتملك الحر وجاهز، يعني في 122 فيلا وتاون هاوس جاهزين للبيع. مساحات واسعة تقريبا بتبدأ من 2800 قدم. المساحات خضراء زي ما انتم شايفين، صراحة جميلة جدا. الأسعار بالنسبة لسعر القدم يعتبر ممتاز مقارنة بمشاريع قيد الإنشاء، فتقريبا الأسعار للقدم من 920 إلى 950 درهم ويعتبر ممتاز. زي ما قلت لكم عدد الوحدات كامل كفيلا وتاون هاوسز 122 فيلا وتاون هاوس، يعتبر عدد قليل جدا مقارنة بالطلب العالي على التاون هاوسز والفلل في إمارة دبي. خلونا ندخل على فيلة العرض ونشوف مقتطفات منها، واللي عنده أي سؤال أي استفسار بما يخص هذه الفلل يتواصل معي وإن شاء الله بخدمه في عيوني. طبعا فيلة العرض هي عبارة عن تاون هاوس مكون من 3 غرف وصالة وغرفة خادمة. زي ما انتم شايفين ستايل أندلسي في البناء، 2 باركينج، مدخل من عند الكراج، مدخل من عند الصالة، وبطبيعة الحال مدخل للباك يارد زي ما انتم شايفين هذاك هو. فرح ندخل ونشوف تفاصيل الوحدة باختصار. هيك بكون دخلنا إلى فيلة العرض. بسم الله. زي ما انتم شايفين أول ما ندخل في مثل فاميلي روم، طبعا مع بوابة بتودي إلى الباك يارد، وعلى يميننا في الدرج اللي بيطلع إلى غرف النوم وممر وبوابة للمطبخ. طبعا المطبخ جاي بوابة من جهة غرفة الخادمة والكراج وبوابة من جهة الصالة. المطبخ بيجي مغلق، صراحة مساحته جدا ممتازة. خلينا نرجع نشوف. هون في عنا غرفة الخادمة مع حمامها الخاص، بالإضافة إلى مثل حمام للضيوف. في عنا هون ستوريج حجمه كمان ممتاز، بالإضافة إلى غرفة غسيل والبوابة بوابة الكراج. ومن بوابة الكراج بنرجع للممر. خلينا ندخل على المطبخ. زي ما قلت لكم مطبخ مغلق، في طبعا باب على اساس اللي حابب يجيب اغراض من الخارج يجيبها بشكل مباشر للمطبخ. وهذه هي الصاله. طبعا زي ما قلت لكم ما شاء الله مساحات واسعه جدا مقارنه بغيره من المشاريع. طبعا هذه الباك يارد، والباك يارد اللي بنطلع فيه بوابه كمان حنشوفها مع بعض بتودي الى الحزام الاخضر اللي بيجمع جميع الفلل والتاون هاوسز في هذا المشروع. خلينا نطلع على الباك يارد وافرجيكم عن ايش بتكلم. هاي الباك يارد التابعة للتاون هاوس، وهاي البوابة اللي بتطلع على الحزام الأخضر المربوط تقريبا بجميع الفلل والتاون هاوسز في المجمع. صراحة مكان جميل ولطيف جدا ومريح للأعصاب. طبعا هاي شكل التاون هاوس من الخلف. هيك بكون طلعنا إلى الطابق العلوي اللي فيه غرف النوم. طبعا هاي الغرفة الأولى. زي ما قلت لكم التاون هاوس عبارة عن 3 غرف نوم وصالة وغرفة خادمة، بالإضافة لـ2 فاميلي روم، واحدة فوق وواحدة تحت، رح نشوفها مع بعض. هاي الغرفة الأولى بتيجي طبعا مع حمامها الخاص مع الخزائن، بالإضافة إنه جاي مع تراس ضخم مطل على الكوميونتي. صراحة التراس جميل، مساحته واسعة، وزي ما قلت لكم إطلالة على الكوميونتي. زي ما انتم شايفين المناطق الخضراء في كل مكان. من الغرفة الأولى بنرجع للممر لنشوف الغرفة الثانية. هذه الغرفة الثانية، مساحات الغرف صراحة ممتازة جدا. الحلو انه غرفتين من الغرف بيجوا مع دريسنج روم. زي ما انتم شايفين هاي غرفة للملابس مع الحمام الله يعزكم والشاور بوكس. هذه الغرفة صراحة مساحتها جدا ممتازة. نرجع للممر. هذه الفاميلي روم اللي قلت لكم عنها اللي موجودة فوق، بالإضافة إنها بتيجي مع البانتري. أما بالنسبة للغرفة الرئيسية أو الماستر روم، هذه هي. الجميل إنها بتيجي مع زي ما أنتم شايفين خزائن بهذه الجهة،
خزائن بهذه الجهة. الحمام الله يعزكم، بالإضافة إلى غرفة للملابس إضافية مع بالكوني إطلالة على الحزام الأخضر اللي شرحت لكم عنه وأنا تحت في الباكيارد. هذا البالكوني، هذا طبعا شارع الخوانيج. لو منروح من هذا الاتجاه في دوار بودينا على لاست إكزيت في الخوانيج، بهذا الاتجاه بودينا على مطار دبي الدولي. تقريبا نحتاج حوالي 5 إلى 6 دقائق كحد أقصى. طبعا هذا الكوميونيتي من الأعلى. هذا طبعا باختصار عن وحدة العرض وعن الفيلل المعروضة للبيع، إن كان في تاون هاوسز أو فيلل. مساحات جميلة زي ما سبق قلت لكم، الأسعار بالنسبة لمقارنة بسعر السوق اليوم يعتبر ممتاز جدا. المكان زي ما انتم شفتوه مريح جدا للسكن وللاستثمار في فيلل وتاون هاوسز اوريدي مأجرة، فبالتالي بيكون العائد الاستثماري بالنسبة لك بدر بشكل فوري. اللي مهتم واللي حابب يعرف تفاصيل أكثر يتواصل معي وإن شاء الله بخدمه بعيوني.